بملك هو حكم اثيوبي، حكم جيد جدا على فكره. انا مش عشان الغلطه ديت هقول حاجه عليه، لا يعني انا اعرفه كويس طبعا، وادار مباريات للاهلي كتير ومنتخب مصر كتير. حكم كويس جدا، تقديره في الكره دي ما كانش مظبوط خالص، رغم ان هو شايفها برضو. تقديره ايه مش عارف يعني، كان باصص لها ازاي، لكن دي يسال فيها الراجل ده. هو حكم كويس، شخصيته كويسة قوية، مش بيتنرفز كتير، مش هتلاقيه بيتعصب يعني، يعني مش هتلاقيه من الحكم اللي هو بيقعد يشوح وبيقعد صوته عالي ويقعد يعمل لك كده لا، هو بيسيطر كويس جدا، وبيروح هتلاقيه في قلب الحدث لو في حاجة حصلت ولا حاجة، بياخد قراراته سليمة 100%، بيدي الكارت الأصفر في ميعاده، الكارت الأحمر في ميعاده. حكم جيد يعني للأمانة، حكم جيد. حتى الحكم اللي هيحكم اللقاء الثاني اللي هيبقى في الجزائر اللي هو جوميز، انا من وجهه نظري الشخصيه ورايي الشخصي يعني هو احسن حكم في افريقيا على الاطلاق بلا منافس، او يعني المنافسه تيجي بعد مسافه بعيده. اي حكم ثاني مع الراجل ده يجي بعد على مسافات بعيده. يا رب يكون موفق، يا رب يكون موفق، لكن هو على المستوى اداره المباريات والسيطره على المباريات، رغم ان هو قد كده يعني، هو قد كده يعني مش بالجسم سعادتك يعني، لكن هي سيطره 100% على كل مجريات اللقاء، وهتلاقيه في الوقت والثانيه موجود. وكان حكم لنا مباراه كامبالا سيتي جوميز ده بملاك، ده بملاك ماشي، ده الحكم الاثيوبي طاقم التحكيم بتاعه 100% سمير. اوكي، فاللي هيديروا اللقاءين يعني كويسين جدا، حق ربنا يعني. يعني يبقى بقى عنصر التوفيق يعني، فيا رب ان شاء الرحمن يكونوا موفقين باذن الله تعالى، وان شاء الرحمن يبقى الاهلي باذن الله موفق، اذا كان المباراه اللي هنا او اللي هناك. ده الطاقم التحكيم بشكل عام. حتى مراقب اللقاء اللي هو السوداني شمس الدين مجدي، طبعا بنوجه له كل تحيه وتقدير، هو حكم كبير جدا 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 من ايام الثمانينات والتسعينات لو تتذكروه كمان يعني، فحكم هايل يعني. عموم خلينا نستنى اللقاء، لقاء في منتهى الاهميه والصعوبه في نفس الوقت، لقاء عربي خالص ما بين الاهلي ووفاق الصيف، لكن ان شاء الله الرحمن الاهلي بخبرات لعيبته ونجومه، وان شاء الله الرحمن باذن الله باذن الله باذن الله يحقق نتيجه كويسه. هنتكلم في الامور الفنيه والتفصيليه الخاصه باللقاء ووصول للدور قبل النهائي ومواجهه وفاق الصيف، والتشكيله طبعا بتاعه الاهلي وبتاعه وفاق الصيف، وراي نجومنا كابتن ماهر همام وكابتن حماده صدقي وكابتن اسامه حسني بعد الفاصل اللي جاي. استنونا في يوم اهلاوي ان شاء الرحمن باذن الله يحقق في النادي الاهلي نتيجه تساعده ان شاء الرحمن على العبور للدور النهائي والفوز بالبطوله الاغلى والاهم والاقوى والعالميه من جديد ان شاء الرحمن. التسعه يا اهلي ان شاء الله. يعد الأهلي أكثر فرق القارة السمراء تواجدا في المربع الذهبي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، هي حقيقة تاريخية رسخها ملك إفريقيا المتوج بتأهله في النسخة الجارية من البطولة للمرة 15 في تاريخه إلى نصف نهائي البطولة العريقة. البداية كانت عام 1981 عندما حجز الأهلي مقعده في النصف النهائي للبطولة، وكان من المقرر أن يلتقي بجيتي زيو المسمى القديم لفريق شبيبة القبائل الجزائري، إلا أن اعتذار الأهلي عن المشاركة منح الفريق الجزائري بطاقة التأهل. عام 1982 تواجد الأهلي في نصف النهائي ليلاقي فريق إينوغو رينجرز النيجيري وخسر بليغوس بهدف من دون رد، وفاز بالقاهرة بأربعة أهداف من دون رد. أحرز الأهداف محمود الخطيب هدفين، وكل من خالد جد الله ومختار مختار هدف، ليضرب موعدا مع كوتوكو الغني وليتوج باللقب. في عام 1987 تواجد الأهلي في النصف النهائي والتقى بفريق كوتوكو، فاز الأهلي في القاهرة بهدفين من دون رد، وفي كوماسي خسر الأهلي بهدف من دون رد. عام 1988 تواجد الأهلي في النصف النهائي والتقى بفريق وفاق سطيف وخسر ذهابا بنتيجة هدفين من دون رد، وفاز في الإياب بنتيجة هدفين من دون رد، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي منحت بطاقة التأهل للوفاق.
في نسخة عام 2001 صعد الأهلي للدور النصف النهائي ليلاقي الترجي التونسي وليتعادل بالقاهرة من دون أهداف، وفي تونس تعادل بهدف لمثله ليصعد تطبيقا لقاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين حال التعادل. أما نسخة عام 2005 من البطولة تواجد الأهلي في النصف النهائي ليلتقي بمواطنه الزمالك، وليفوز الأهلي ذهبا بهدفين مقابل هدف، وليكرر فوزه في الإياب بنتيجة هدفين من دون رد ليصعد إلى النهائي. أما في عام 2006 تأهل الأهلي للنصف النهائي ليضرب موعدا مع أسيكا الإيفواري، وفاز الأهلي ذهبا بالقاهرة بنتيجة هدفين من دون رد، وخسر في الإياب بنتيجة هدفين لهدف ليتأهل بمجموع المباراتين للنهائي. في عام 2007 تأهل الأهلي للنصف النهائي والتقى بفريق الاتحاد الليبي، انتهت مباراة الذهاب في ليبيا بنتيجة التعادل السلبي، وفاز الأهلي في الإياب بهدف من دون رد. في نسخة عام 2008 التقى الأهلي في النصف النهائي بفريق أنيمبا النيجيري، انتهت مباراة الذهاب بنتيجة التعادل السلبي، وفاز الأهلي في الإياب بهدف من دون رد. أما في عام 2010 فالتقى الأهلي بالترجي التونسي في نصف نهائي البطولة، فاز الأهلي ذهابا بهدفين مقابل هدف، وخسر في الإياب بهدف من دون رد ليودع المنافسات من النصف النهائي. جاء عام 2012 ليلتقي الأهلي بفريق سانشاين النيجيري في النصف النهائي للبطولة، حيث انتهى لقاء الذهاب في نيجيريا بنتيجة التعادل بثلاثة أهداف لمثلهم، وفي الإياب بالقاهرة فاز الأهلي بهدف من دون رد. في عام 2013 تواجد الأهلي في النصف النهائي للبطولة والتقى بفريق القطن الكاميروني، حيث انتهى لقاء الذهاب بنتيجة التعادل بهدف لمثله والإياب بالنتيجة ذاتها، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي منحت بطاقة التأهل للمباراة النهائية للنادي الأهلي. في النسخة الماضية من البطولة التقى الأهلي بفريق النجم الساحلي التونسي الذي فاز على ملعبه ذهبا بنتيجة هدفين لهدف، وفي مباراة الإياب نجح الأهلي في تحقيق الفوز بنتيجة ستة أهداف لهدفين. أما النسخة الحالية التقي الأهلي بفريق وفاق سطيف في مواجهة ثرية يسعى الأهلي من خلالها لمحو ما حدث في نسخة عام 1988 أمام نفس الفريق والتأهل النهائي، ومن ثم تحقيق اللقب الغائب عن دولاب بطولات المارد الأحمر.